عمر كمال وحسن شاكوش ارقامهم اتراجعت بعد ما انت اتشهرت قوي وبعد ما اغانيك الناس كلها بقت تغنيها والتكاتك كلها مشغلاها والتكاسي كلها مشغلاها وكل... عايز اقول لحضرتك حاجه ارقامهم اتراجعت ينفع نفصل بقى نفصل خالص يعني انت قاعده مع عصام صوصه دلوقتي عصام صوصه بيخاطب حاجه غير اليوتيوب يعني في حاجه اسمها ان انا ابقى في الشارع اصلا يعني مش مهم ارقامي ايه مثلا رقم ايه رقم جايب 200 مليون واغنيتي اختفت اصلا من الشارع مش ظهر بس في حاجه اسمها ان انا في الشارع بقى انت في الشارع بقى اللي هو انا بكلم الناس اللي في الشارع اللي هم الناس اللي هم انا منهم انت بتعمل كده انا بقى مع الناس دي الحمد لله يعني مش غرور والله العظيم ولا كبرياء ولا تكبر ولا اي حاجه الناس دي عصام بيكلمهم باللو يعني انا مثلا اي حد بقابله يقول لي انت بتحكي اللي جوايا كله انت بتقول كل حرف انا نفسي اقوله في حياتي الناس بتقول لك كده كده على طول في طبقه انا عمري في حياتي ما ابعد عنها اللي هي الطبقه يعني مثلا في فنانين كانوا في مجالي وكانوا غير مجالي اللي هو بيقول لك لما ربنا يكرمني شويه انا هبتدي بقى اعلى شويه بالايمج وعايز اعمل بقى اغاني للاكلاس والكلام ده لا انا عايز اعمل اغاني للسي اللي تحت الاول يحبوا الاغاني بقى كده توصل للاكلاس وعلى فكره لا عايز اقول لك حاجه الاكلاس بيحبوا اغانيك وبيغنوها ليه؟ وبتشتغل في الافراح لان انا انا بحب والناس حافظين الكلمات وبيقولوها وبيردوها ايوه طبعا انا بروح افراح في كل حته في مصر بس بكلمك انا بخاطب ايه في اغنيه مين جمهوره أكبر؟ أنت ولا ويكس؟ مش عارف بس ويكس جمهوره كبير برضه ومين جمهوره أكبر؟ مش عارف مين موجود في الشارع أكتر؟ ممكن الناس هي اللي تقول لحضرتك الكلام مين أغانيه بتتغنى أكتر؟ ممكن تكون لأن مثلاً أنا ممكن أكون موجود في الشارع أكتر لأن مجالنا هما مثلاً ممكن يكونوا ويكس بيعمل أغنية مثلاً كل شهرين أو ألبوم كل ثلاث شهور إنما أنا في الشهر ممكن أنزل 10 أغاني فاهمه فهي الفكره بتتحسب بكده بتفهم كلمات ويجز بتفهم الاغاني بتاعته في حاجات بحبها قوي البخت مثلا بحب هو بصي ويجز ليه طريقته يعني لو انت بتسمعي له حاجه مختلفه ايه اكتر حاجه بتحبها له غني له ويجز كده البخت سالتها ورفضتني استغربتها طب فين هبتي حبيبي ده انا بضحك على خيبتي لا كملها حلوه لا وخلاص هو كده طب غني لي حاجه انت بتحبها ليه انا ليك انت ولا لحد تاني لا زي ما انت عايز انا معاك ماشي ممكن اغني حاجه قديمه شويه يلا سهرانا ما بتنامشي لنا صحية ولا نايمة ما بقدرش تبات الليل تبات سهران على رمشي وانا رمشي مدى النوم وهو عيونه تشبع نوم وانا رمشي مدى النوم وهو عيونه تشبع نوم وروح روح يا نوم من عين حبيبي روح يا نوم الله عليك مش عايز تغني حاجه ليك؟ ناس الحاجات اللي انت بتحبها عادي. ليه ممكن نقول حته صغيره قول حته صغيره انت عايز ايه؟ اللي هي بتقول فيها اللي فيها اسمك اه شايفك متابع ده انت غلبت اليوم السابع ايوه لا اغنيه دي انا بحبها قوي يلا
شايفك متابع، ده انت غلبت اليوم السابع، خوفه لو رفع الهرم الرابع كان هيسمي الكروان. انا الخلاصة الميت مليون بيقولوا صاصة، ازاي تتقارن بالرئاسة؟ انا اسمي على الحيطان. ايوه انا بحبها قوي دي جامدة، انا بحبها. الحمد لله بسط ان شاء الله. انت نورتنا النهارده.